استقلاليه ماليه واداريه مع الحساب ما بقاش عمل ما هوش داهمين شو معناها الاستقلاليه داري شي تقعد تتصور وقت اللي مش نعتبرها الاستقلاليه الماليه والاداريه مش نحط لها كوفر فور لا نام عبي بالفلوس وهو يصرف كما يحب راهي هذه معروفه ومعموله بالنسبه للمؤسسات ذات الصبغه الاداريه العموميه ذات الصبغه الاداريه هي مجرد يولي هو كما رئيس محكمه التعقيب اللي هو باش يولي غادي يقعد كل مره يرجع للوزير ينجم يصح في بعض الحدث تحت رقابه مراقب المصاريف تحت رقابه الرقابه المعروفه بالمؤسسات العموميه معناتها لانستيتيو سوبيريور دي ماجستراتور المعهد الاعلى للقضاء عنده الشخصيه المعنويه وعنده الاستقلاليه الماليه وعنده الاستقلاليه الاداريه يا اخي توا قولوا لي يا اخي هذه اللي هي مجلس اعلى للقضاء باش يولي حظها اقل من المعهد الاعلى للقضاء